الشاب يحتاج إلى تكريم. إحنا ننظر إلى أولادنا وكأنهم لن يكبروا أبداً، لأن إحنا كل ما نكبر هم كل ما يكبرون إحنا نكبر أكثر منهم، فإحنا نعامل ويا مع هذا الطفل اللي كان عمره 5 سنوات، لا هذا رجل صار، هذا كبير، واحد يكرمه يحترمه. هنالك دراسة قام بها عالمان من علماء النفس راجعوا كتاب علم النفس الاجتماعي، ذكر أن 91% من الشباب المنحرفين وفقا لتجاربهما كانوا من الذين يعانون اختلالات عاطفية. تكريم يحتاج، هاي حاجة، مو فقط يحتاج إلى أكل، الحاجة إلى التكريم. يعني واحد يقوم الابن هذا بي إشكال، واحد يبدأه بالسلام هذا بي إشكال، واحد يحترمه واحد يقدره. بالنتيجة هذا الشاب هو المستقبل القريب، وهو الرابط بيننا وبين المستقبل البعيد. ذولا الآن اللي بيدهم الأمور منو كانوا؟ هم الجهال اللي كانوا يلعبون بالشوارع قبل 23 سنة 24 سنة. يكبر واحد يكرم هذا الشاب. في الروايات لاحظوا الرواية تقول الولد عبد، هذه الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، الولد سيد 7 سنين. 7 سنوات بعد يفعل ما يحب، وعبد 7 سنين، ووزير 7 سنين، يعني في 7 الثالثة، يعني من 15. هذا وزيرك، يعني شنو الوزير؟ الوزير يعني تعتمد عليه، تشاوره في الأمور، تودي وياك، تجيبه، تنقل له التجارب، هذا معنى الوزير. ووزير 7 سنين، من عمره عندما يكمل 14 سنة، 15 سنة هذا يصير وزيرك، هذا نوع من التكريم. وفي رواية أخرى، هاي الرواية الثانية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وألزمه نفسك 7 سنين، 7 الثالثة، يعني دائما وياه، انقل إلى التجارب.